القسم الرياضي لقناة الجزائر يقترح عليكم روبورتاجا بعنوان اتحاد العاصمة المغامرة الإفريقية، مسيرة بعنوان التحدي وحلم اللقب. من الجزائر إلى لوبومباشي أو الطريق الشاق إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا 2015، كيف نجح اتحاد الجزائر في قفز كل الحواجز؟ وكيف انتهت مغامرته الإفريقية تاركة وراءها الحسرة، الأسف والأمل في تجديد الحلم؟ اتحاد العاصمة المغامرة الإفريقية هذا السبت 28 دقيقة مساء على قناة الجزائر. بالجلالي بالجلالي شيشو ويسبع شيشو ويسبع شيشو ويسبع شيشو مرسي ويطبع بايتاش ويطبع مفتاح ويا دراغون عطب الناس.